في الفيديو ده هنتحدث عن مرض الفنانة المصرية إيمي سمير غانم الغامض والخطير الذي تسبب في بكاء والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وبكاء والدها الفنان سمير غانم وبكاء زوجها حسن الرداد. في الفيديو ده برضه هنتحدث عن حقيقة انفصال الفنانة إيمي سمير غانم عن زوجها الفنان حسن الرداد. حالة من القلق انتابت جمهور الفنانة إيمي سمير غانم بعدما أكد والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز عن إصابتها بمرض خطير ونادر. وقال الفنان سمير غانم أن أكثر ما يزعجه حاليا هو بكاء زوجته المتكرر بسبب مرض ابنتهما إيمي سمير غانم، وهو المرض الذي أصاب إيمي بحالة نفسية سيئة، ولكنه لم يفصح عن نوع المرض. وقد كشف مصدر مقرب من إيمي سمير غانم حقيقة مرضها، حيث أكد أنها تعاني من أنزيمات عالية في الكبد، وهو مرض عادي وليس خطير كما فهم البعض من كلام والدها، وتم تداوله على هذا الأساس. حيث أكد المصدر أن سمير غانم كان يقصد أن الأمر السيء هو الحالة النفسية التي أصيبت بها ابنته، حيث أكد المصدر أن سمير غانم كان يقصد أن الأمر السيء هو الحالة النفسية التي أصيبت به ابنته بعد علمها بحقيقة مرضها. وأوضح المصدر أن إيمي سمير غانم أصيبت بحالة من الاكتئاب بعد علمها بمرضها، حيث صرحها والدها بحقيقة المرض الذي أصيبت به، وهو ما جعل إيمي سمير غانم في حالة نفسية سيئة، حيث توقفت عن عدد كبير من أعمالها بسبب حالتها النفسية السيئة، وقدمت شهادة مرضية للجهة المسؤولة عن أعمالها الفنية من أجل الراحة والعلاج. وأضاف المصدر بأن الطبيب المعالج لها طلب من عائلتها الالتزام بنمط غذائي صحي والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على دهون وتناول الأعشاب الطبية المفيدة للكبد مثل البردقوش والخرشوف، كما طلبهم الطبيب بمنعها من المشروبات الغازية وتخفيض وزنها قليلا وعدم تناولها الأدوية الخافضة للكوليسترول. وقد طمأنهم الطبيب على صحة إيمي مؤكدا أن المرض عادي ولا يوجد له أضرار كبيرة إذا صاحب ارتفاع الأنزيمات وجود التهاب في الكبد، مما قد يؤدي لحدوث تليف في الكبد وإصابته بفيروس نادر، وهو الأمر الذي لا تعاني منه إيمي الآن. وقد سبب خبر مرض إيمي سمير غانم حالة انزعاج شديدة لجمهورها، وقدمت إيمي سمير غانم شهادة مرضية للجهة المنتجة لأعمالها الفنية المقبلة من أجل الراحة والعلاج. وكانت قد كشفت دلال عبد العزيز أن المرتين التي بكت فيها هي وسمير غانم بحرقة كانت وقت مرض ابنتها إيمي، متمنية من الله أن يشفيها دون أن تتطرق إلى ما هو المرض الذي تعاني منه حاليا. وقالت إيمي سمير غانم أنها أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع في انزيمات الكبد وخمول، وأكد لها الطبيب المعالج أن هذا الارتفاع في انزيمات الكبد قد يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير ونادر في الكبد. كما اعتبرت إيمي سمير غانم أن مرضها سبب الحقيقي هو تعرضها للحسد بعد زواجها من حسن الرداد وبعد انتشار أخبار عن حملها. وفي سياق آخر، حقيقة انفصال إيمي سمير غانم عن زوجها حسن الرداد أشعل الحديث عن طلاق النجمين المصريين إيمي سمير غانم وحسن الرداد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية خلال الساعات الماضية. وأكدت الأخبار أن الطلاق حدث منذ أسابيع وسط تكتم كبير من الطرفين. وقد عادت إيمي سمير غانم للاستقرار ببيت والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز بمنطقة الدقي، وحزمت حقائبها من بيت الزوجية، ثم قامت بحذف حسن الرداد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. وردت الفنانة إيمي سمير غانم على هذه الأخبار بعد زيادة انتشارها بالنفي القاطع، وأكدت أن علاقتها بحسن قوية جدا ولا يوجد أي خلافات على الإطلاق، وليس منطقيا أن يتم التكتم على الطلاق، إن وقع فهذا ليس عيبا وهو مثل الزواج لا يمكن إخفاءه. كما خرج أيضا المذيع الشهير رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم ونفى خبر طلاق إيمي والرداد. ورد الفنان حسن الرداد بتغريدة كتبها على صفحته الرسمية بموقع تويتر، قال فيها: الصحيح
الصحافة الصفراء لا تنتهي. للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن ترند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين. أقول لهم عيب، احترموا مهنتكم. وأكدت مصادر أن نائمي وحسن الرداد لم يستقر كثيرا ببيت الزوجية، بالعكس فهما منذ زواجهما دائما الإقامة ببيت سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث ترتاح إيمي أكثر في بيت عائلتها لأنها تملك عددا من الكلاب ولا تستطيع رعايتها في منزلها بمفردها، كما تحب الجلوس مع والدتها ووالدها حتى لا يظل بمفردهما، خاصة منذ تعرض سمير غانم أكثر من مرة لتدهور في حالته الصحية وبشكل مفاجئ. وتعيش إيمي وحسن الرداد أحيانا في بيت حماتها والدة الرداد، حيث تربطهما علاقة جيدة جدا حتى قبل الزواج من حسن. وقد اعتذرت إيمي سمير غانم العام الماضي عن المشاركة في الماراثون الرمضاني هي وشقيقتها دنيا سمير غانم، وفضلت إيمي الراحة بعد تقديمها العام قبل الماضي مسلسل سوبر ماريو وتعبها الشديد فيه مما أثر على وضعها الصحي بعد ذلك. وتحضر إيمي حاليا لعمل سينمائي ربما تشارك فيه مع الرداد بعد غياب منذ آخر أفلامهما البس عشان خارجين منذ حوالي 4 سنوات. وتنتظر إيمي فتح الاستديوهات وعودة النشاط الفني والسينمائي بعد تجاوز أزمة فيروس كوفيد 19 والتي تعاني مصر حاليا من ذروتها، خاصة أن الأطباء حذروا إيمي من ضعف مناعتها وخطورة تعرضها لأي عدوى لأن وضعها الصحي مؤخرا لم يكن مستقرا بشكل كامل.